أننا اخترنا أننا نزور ولاية ميلا لما لهذه الولاية من أهمية، سواء عبر التاريخ أو في المستقبل أو في الحاضر. ولاية ميلا ولاية فتية، ولاية تزخر بكثير من المقدرات، ولاية فيها الكثير من القدرات اللي تخليها ولاية تقدر تساهم في التنمية الوطنية، تقدر تساهم في المشاريع اللي تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ولايات ما زالت تعاني من الناحية التنموية، ولاية تعاني من مياه الشرب، براج كبير موجود على أغلب البلديات المحيطة بالبراج، مش الشرب من هذا البراج. معليش، البراج يسقي كثير من الولايات المجاورة، تقريبا 5 ولايات، ولكن الأقربون أولى بالمعروف. الناس اللي راهم حول البراج لازمهم يشربوا ولازمهم يسقيوا أراضي الفلاحية تاعهم، ولازمنا نخلقوا حول البراج مساحات مسقية باش نستفادوا منه وباش نحسنوا من البيئة ومن الطبيعة. ولاية ميلا ما زالت تعاني مشكل طرقات ماهيش مربوطة بالطريق السيار، صحيح كاين مشروع متأخر ولكن لازم نفكوا الاختناق. جينا من ولاية جيجل، هذا الطريق اللي راهي من الجيجل، رغم أن المحور هذا من الجيجل وقسنطينة محور مهم، ولكن ما زالت هناك ربما صعوبات، ما زال اكتظاظ مروري. على بالي باللي كاين مشكل تاع انزلاق التربة في ميلا حول الطرقات، مختلف الطرقات اللي راهم في كل مرة يعاودوا يلقاو مشكل في الطرقات، رغم أنها تنجز بملايير الدينارات إلا أنها تنهار بسبب مشكل ما قدرناش نعالجوه. علاش ما قدرناش نعالجو مشاكلنا التنموية مثل هذا المشكل وغيره؟ لأن ما كانش تخطيط في البلاد، ما كانش تخطيط اللي يستعمل العقل والرشادة والحكامة باش نحقق للبلاد التنمية. مشكلة الكبيرة اللي رانا نعانيو منها إخواني أخواتي الحاضرين معنا في هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء مهم. لماذا؟ لأن احنا كي اخترنا ميناء رانا دايرين ميناء ضمن الأولويات نتاعنا وضمن برنامجنا التنموي والاقتصادي وضمن اهتماماتنا. أي ولاية نزوروها وحتى اللي ما نزوروهاش راهي ضمن اهتماماتنا وضمن برامجنا. نقول عندنا مشاكل كبيرة تاع شبابنا اللي راهو يعاني من مشكل البطالة، يعاني من مشكل عدم وجود مناصب شغل، يعاني من مشاكل كثيرة تاع عدم وجود هياكل تاع شباب اللي تستوعب الشباب وتستوعب اهتماماتهم الفكرية والثقافية والرياضية. وعندنا مشاكل أخرى يعانيوا منها الشباب نظرا لوجود عصابات ولوبيات تحاول أنها تشيع في وسط شبابنا المخدرات والمهلوسات وتشجعهم على الحرقة ويروحوا يموتوا في البحر، يخليوا بلادهم ويخليوا مقدراتهم ويخليوا إمكانياتهم الحر. وإحنا برنامجنا فيه فرص كثيرة للشباب وفيه فرص كثيرة للمرأة، المرأة راهي حاضرة معنا. إحنا برنامجنا فيه تكفل بالقضايا اللي تعاني منها المرأة، سواء المرأة المكيثة في البيت ولا المرأة العاملة ولا المرأة اللي راهي في حالة أو في وضعية اجتماعية صعبة. هناك اهتمام بفئة النساء داخل المجتمع، لأن النساء راهم يشكلوا قوة أساسية، أول قوة اللي تكون مصدر للاستقرار الاجتماعي والأسري. هذه الفئة احنا نهتم بها في برنامجنا برنامج فرصة، وبرنامج فرصة يهتم بالمشاكل تاع المواطنين الحقيقية. احنا برنامجنا يا جماعة ماهوش كما كانوا يظنوا الناس باللي احنا رانا أصحاب مواعظ نجيو نوعظوا الناس قال كذا وقوموا وديروا لا، احنا عندنا حلول للمشاكل التنموية. قيمنا السياسات تاع البلاد ولقينا باللي هناك اختلالات كبيرة، اختلالات في التسيير، اختلالات بسبب الفساد، اختلالات بسبب الجهوية والتفريق بين المواطنين. ولذلك برنامجنا برنامج فرصة هو برنامج عدالة اجتماعية، هو برنامج تكافؤ فرص، هو برنامج أن الثروة تتوزع بعدالة بين المواطنين، هو برنامج قيم وأخلاق وحريات، كما هو برنامج تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وتنمية ثقافية. أنا ماذا بيا سكان ميلا يأمنوا باللي رانا في مرحلة جديدة، البلاد راهي في مرحلة التنافس السياسي، وأن أهل ميلا يأمنوا باللي التغيير وصناعة الرئيس هي من اختصاص الشعب وحده اللي قرر شكون اللي يحكم البلاد بعد ما يقارن بين البرامج، وأن الشعب اللي هو الذي يفرض منطقه في التغيير. لماذا؟ لأن التغيير ما يجيش وحده، كيفما تكونوا يولى عليكم. لازم احنا نحاولوا نساهموا في اصلاح منظومه الحكم، لان هذا المنظومه تاع الحكم منظومه لم تسمح
للتطور ولم تسمح باننا نصنع رؤيه للبلاد نجنبوا البلاد المخاطر اللي راها من حولها. ولذلك احنا رانا قاصدينكم وقاصدين شعبنا في كل تراب وطننا وقاصدين هذه الولايات. مشكلات اجتماعيه، مشكلات قضايا الحياه الكريمه للمواطنين والحياه الكريمه لابنائها. اخواني انا ادعوكم باش تكونوا معنا باش تعاونونا باش توقفوا حتى سكان ميلا يصوتوا معنا باش نصنعوا فرصه للشباب، فرصه للنساء، فرصه للعمال، فرصه للمتقاعدين، فرصه للفلاحين، فرصه لبلادنا وفرصة لأهالينا وفرصة لمستقبل أجيالنا وفرصة سير وإحنا معاك للتغيير. وفرصة سير وإحنا معاك يا حسن، سير وإحنا معاك للتغيير. ونصنع فرصة للبلاد باش تتقوى ويعود عندها دور كبير. بلادنا عندها دور كبير لازم تقوم به. بلادنا مع المقاومة في أرض فلسطين، بلادنا مع القضية الفلسطينية ومع القضية الصحراوية ومع القضايا العادلة. ولذلك احنا وباش تبقى بلادنا قوية تأدي هذا الدور تجاه القضايا لازم الشعب يلتف حول الرئيس القادم، ولازم الشعب يشارك في الانتخابات من أجل صناعة رئيس عنده الشرعية تاع الشعب ماشي الشرعية تاع الانتخاب. كاين فرق بين أننا نديروا انتخابات شكلية ونطلعوا رئيس، وكاين فرق بين ان انتخابات يخرج فيها الشعب ينتخب على رئيس شرعي بالشرعيه الشعبيه. هذا هو دورنا ودوركم. ما نتاخروش على فرصتنا وفرصه الجزائر وفرصه شبابنا وفرصتنا في الدفاع على قضايانا وعلى وطننا وفرصتنا في اننا نجعل المواطن يعيش كريم، مواطن ما يعودش حاصل في البطاطا وما يعودش حاصل في البيض وفي الدجاج ومش قادر يشري خروف العيد ومش قادر يشري سياره ومش قادر يتنقل ومش قادر يدير كثير من الامور. هذه فرصتنا باش نغيروا ونصنعوا توجه صاعد لبلادنا الصاعده باذن الله. بارك الله فيكم اهل ميناء. انا بعد الله عز وجل راني متوكل على اصوات، متكل على اصوات شعبنا ومتوكل على اصوات شبابنا ونسائنا وشيوخنا وابنائنا في كل تراب الوطني. هما يعطيونا الفرصه باش نصنعوا فرصه للبلاد. بارك الله فيكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.